سمير عبد المطلب موجة، رئيس نادي الزرقاء منذ عام 85. بعد فترة لعب ونشاط في نادي الزرقاء من السبعينات لغاية ما سافرت ليبيا سنة 81 وقعدت هناك ل 85، جيت استلمت النادي. استلمت النادي عبارة عن اتنين فدان، عبارة عن الملعب اللي حضرتك فيه دلوقتي بس مش كامل. الملعب كان صغير عن كده. عندي أحمد وعبد الرحمن. أحمد 34 سنة، من حب للمكان اللي الحمد لله ربنا عني واشتغلت فيه أنا ومجالس إدارات زي ما قلت لحضرتك 37 سنة وصلنا للي احنا فيه. حكمت على ابني الكبير إنه يلعب معايا إجباري بحالتي الاقتصادية المتواضعة، ولغاية النهاردة بيلعب معايا رغم إن سنه 34 سنة إلا إنه كابتن الفريق وهو اللي شايل الفرقة الحمد لله. عندي الأصغر منه عبد الرحمن النهاردة 20 سنة، وعبد الرحمن ده يلعب أهلي وزمالك وإن شاء الله يروح منتخب مصر. فأتمنى إن أنا ما أخطأش خطأ أحمد بعبد الرحمن، رغم إن أحمد ابني ما هوش زعلان ولا حزين ولا حاجة، هو ضحى عشان أبوه بيعشق مكان وحب يساعدني فيه لدرجة إن في يوم من الأيام قال لي أنا مش هسيبك حتى لو هشتغل عامل في النادي. إحنا بدأنا من أول السنة لكن الدور الثاني كنا يعني مش موفقين في الدور الأول، وكنا بندي للعيبة فلوسهم على قدي لأن أنا ما بتعاقدش مع لاعب من نادي أعلى مني. أنا بجيب لاعبين من الدرجة أدنى وأظهره وأبيعه وأجيب غيره، والحمد لله الأمور ماشية على قد إمكانياتي، لكن تعاقداتي بحترمها جدا وملتزم بها. إلا إن من حوالي شهر أو شهر وشوية بعض اللعيبة اللي قعدوا معايا كتير حرضوا 20 لاعب وقالوا مش هنلعب إلا لما ناخد فلوس على الفاول. ألف سلامة، امتنعوا، بلغت اتحاد الكرة، اتحاد الكرة عمل تحقيق، كل شغلي صح لدرجة إن أنا عندي إدارة مالية بفكر إن هو بيصرف ويمضي اللعيب. أنا فوجئت، أنا رئيس نادي أهو، فوجئت إن اللعيب مش بيمضي، مش بيوقع بس، اللعيب بيوقع على كل قرش بياخده وبيبصم، ونفس الكلام على العقود بيوقع وبيبصم. فالحمد لله الأمور بنت في اتحاد الكورة، والنهاردة أكتر من نص اللعيبة دي بيتصل بيا عن طريق ناس لكن مش مباشر، وبحاول يرجع لكن أنا رافض الرجوع بعد ما اتحاد الكورة يخلص تحقيقاته ويدينا حقنا. أرجع تاني أقول لحضرتك إن النادي هنا الممتاز به، النادي أنا مستلمه درجة رابعة، النادي بقى في الممتاز به السنة دي رغم إنه في مركز متأخر للظروف اللي الدنيا كلها عايشاها النهارده، كورونا والدمار اللي جالنا الأخير بالحرب دي، فالظروف الاقتصادية مش مظبوطة مع الكل وبالتالي معايا، إلا إنني أحترم تعاقداتي وأحترم التزاماتي لأن الإمكانية بتاع الناشئين مستحيل هتواكب الإمكانية بتاع فرق في الدوري الممتاز به، إلا إن الحمد لله كان آخر ماتش هنا وعملوا أربع ماتشات رغم ما وفقوش في ثلاثة، كان آخرهم برابع ماتش يكسبوا 3-1 ويحققوا مفاجأة، وبدأوا يوعدوني إن هم هيكملوا وهيكملوا كويس إن شاء الله. دي مباراة بيونير الأخيرة اللي فزنا فيها 3-1 هنا، وبيونير جاي على إنها تكسب 5-6 لأن بتلاعب ناشئين، فكان توفيق الله ومجهود العيال ربنا وفقنا الحمد لله. أوان هي يعني واقعة مش جديدة، دول ولادي وأنا عايش لولادي لكن بأمانة وبحق، والله ولادي ما يتميزوا عن أي حد هنا، يمكن هم الأخارة. وزي ما قلت لحضرتك ضحيت بأحمد ابني وعبد الرحمن ابني، النهاردة أنا بتاع كورة ودربت الفرقة وأصلا تربية رياضية وسافرت بره دربت،
ولما يكون في ظروف بقوم لابس شورت وفانيلا ونازل مدرب. ابن عبد الرحمن بقى الثاني ده بقول لك يلعب اهلي زمالك، فيعني مضحين معايا وان شاء الله ربنا يعيني وعبد الرحمن ياخد حقه بقى باذن الله. الواقعه بقى دي بتحصل كتير لان بيعشقوني وانا بعشقهم في الله، ويكفي ان هم دراع اليمين هنا. الواقعه انا قاعد زي ما انت شايف كده على نفس الكرسي ده وقاعد بره، فعبد الرحمن ما شاء الله كل ماتش بيجيب جول الاربع ماتشات اللي لعبه. ففوجئت الجول ده بقى كان الثالث وكان ضغط علينا وكسبنا 2-1، فخلص المباراه لقيت الاثنين جايين جري ولقيت احمد بيبوس رجلي ومؤاخذه قلعوني الحذاء ووطوا الاثنين كل واحد يبوس في رجلي، واحد بيبوس في اليمين واحد بيبوس في الشمال، يعني كان حاجه يعني على قد ما انا مستكترها عليهم الا ان يعني يعلم الله الحاله النفسيه والوضع يعني في حاله فرحان وزعلان ان هم ينزلوا على رجلي، لكن فرحان ان انا عندي اولادي الناس اللي بتحسدنا عليهم ان هم يطلعوا محترمين ومهذبين، وده يعني امنياتي في حياتي وكل حياتي ان انا ابقى صح، وهم بفضل الله علموني الصح كمان الحمد لله. هو من اول ما عبد الرحمن لعب اول ماتش هو لعب ليه؟ لان المدربين ما كانوش بيدوا له حق، وانا ما بتدخلش يعني لو بتدخل العب ابني وانا عارف امكانيات ابني. لما لعب اول مباراه في الاولمبي وسجل هدف كان حديث كل اسكندريه، والحمد لله بقى حديث كل الناس. لكن الواقعه دي يوم الماتش مش عايز اقول لك يعني لو 10 قنوات اتصلوا بيا اكتر والله، ولقيتها جايه في قناه بالليل واتعملت موضوع يعني كانت ترند الاسبوع ده. فانا سعيد انا مش عايز اقول القناه، لكن فعلا جت على قناه واكتر، وانا سعيد ان انا يعني الناس بتدور على الاحترام، الناس بتدور على الاخلاق في زمن قل الاخلاق الا ما رحم ربي الحمد لله. هو النادي هو يعني يعتبر ده بيت العيله، يعني الحاج رئيس النادي وانا واخويا موجودين هنا في الفريق. يمكن عبد الرحمن معانا متصاعد معانا من 5 سنين فريق اول، وبياخد من فتره طويله بياخد يعني بيلعب بس مش بصفه منتظمه، يعني يمكن بيعاني من موضوع الاصابه ده اللي دايما معاه، بس ان شاء الله السنه دي فاق ورجع تاني والحمد لله في 4 ماتشات ب4 اهداف ربنا يكرمه ان شاء الله. وده املنا بقى، ده املنا في الاهلي اللي ربنا يكرمه بحاجه كويسه ان شاء الله باذن الله، وهيبقى في مكان كويس باذن الله. هو بالنسبه للي حصل اخر ماتش، هو طبعا يمكن حضرتك ما تعرفش يعني يمكن اول مره تشوفها، ده احتفال يخصنا انا في الماتشات من 12 سنه 13 سنه، ده احتفال انا بالهدف، يعني احتفال انا باي هدف اجيبه اي اسيست اعمله اي حاجه، لان انا 35 سنه فاكيد في اهداف جبتها في اسيست عملتها كلام من ده، فده احتفالي ومعروف احتفالي، موجود كاميرا بقى موجود جمهور مش موجود جمهور، ماتش ودي ماتش رسمي، ده احتفال، ده احتفال احتفالي اللي انا اروح للحاج ابوس رجله وهفضل ابوس رجله طول الحياه لانه خيره عليا. وطبعا الوقت ده بالذات يعني اللي يمكن حاجه الناس ما تعرفهاش، الوقت ده بالذات كان لازم يبقى احتفالنا كده، لان الحاج كان بيمر بازمه صحيه خليته مش قادر يجي النادي، ويمكن احنا عشان قريبين منه وعارفين فبنقرب منه بيبكي من الظروف اللي حصلت دي، بنشوف الدمع في عينيه، فاحنا كان لازم نعمل كده في الوقت ده عشان يفوق ويرجع تاني سمير موسى اللي هو معروف في مصر كلها، يعني يمكن في العالم اللي هو ما يتكسرش من حاجه، وان شاء الله باذن الله نفضل جنبه مدى الحياه. هو يمكن دي برضه عشان مش اول مره الموسم ده، لا احنا عملناها في ماتش الحمام متقدمين 1 وانا عملت له الاسيست بتاع الجول، فهو كان الحاج حياته كده بيفكر ان احمد لا انا بلعب بكره، يعني يمكن الفتره دي لان انت ما فيش عارف اللي احنا بنكمل بعدد صغير جدا،
فانا بلعب ديفندر الفتره دي، فعملت كان حياته اللي احمد يرفع اوفر عبد الرحمن يجيبه، نفسي اشوفها دي. وعارف ان احمد بيبطل كوره خلاص، فاحمد كبير في السن فعايز يلحق دي قبل ما يجرى يعني ايه قبل ما يبطل كوره. فالحمد لله احنا حسينا بيه، رحنا لقينا بيبكي فعلا. يعني احنا رايحين احنا اتنين، هو عبد الرحمن نزل على رجليه وانا نزلت على رجلي الثانيه وبوسناها، ونفضل باذن الله طول عمرنا نبوس رجليه طول ما احنا على وجه الحياه ان شاء الله.